عمارات في طمية اسمها عمارات الإيواء. عمارات الإيواء عمارات الإيواء دي الناس مش قادرة تدفع 40 و60 جنيه، فيها غريمات لمجلس المدينة وغريمين علشان خاطر اتجمد عليهم مبالغ ما همش قادرين يدفعوها، ولو اتطردوا من الأوضة والطرقة دي مش عارفين هيروحوا فين. فاحنا عايزين حل للمشكلة دي على 40 و60 جنيه في الشهر. 40 و60 جنيه مش قادرين يدفعوهم، هيدفعوا منين 2003؟ اجيب لك، تعالى صور معاهم يا ريت. والله نفسي. طب تعالى، هي دقيقة. ده جنب. قاعدة فين حضرتك؟ في اللواء. اللواء؟ أيوة. ولا الإيواء؟ اللواء. مساكن الإيواء. ايوه مش عارفة اقول لك. ماشي، مساكن الإيواء. وعليا حجز وعليا فلوس وانا تعبانة وعندي القلب، وظروفي ما تسمحش ادفع الفلوس اللي عليا. الحجز اللي على حضرتك بكام بالظبط؟ مش عارفة، بتلاتة لأربعة حاجة زي كده. يا 3000 يا 4000. ده حجز جاي منين أساسا؟ الفلوس دي بتاعت إيه؟ بتاع المجلس. اللي هي إيه يعني؟ دي قيمة إيه؟ ده إيجار كل شهر المفروض تدفعيه؟ أيوة، أنا ظروفي ما تسمحش وعيانة وجوزي سايبني عشان عيانة. طب أنت إيجار حضرتك كام كل شهر؟ 61. 61 جنيه؟ أيوة. أنا يا ابني متوفى عنده 19 سنة. ابن حضرتك توفى عنده 19 سنة؟ مش اللي هو. وأنا عاملة عمليات في عيني. تمام. عاملة عدسات وحشة معايا. أيوة. عايزة حد يساعدني. أنا ظرف وحشة ورحمة ابنك، مفيش ولا بيجري عليا، مفيش إلا هو. تمام. برا عند الله. أنت اسم حضرتك إيه؟ خدمتك عواطف. الحاجة عواطف. خدمتك عواطف. إحنا اللي خدامينك يا أم. إحنا اللي خدامين. إحنا اللي خدامين حضرتك. أنا وأنا متجوزة وظروفها وحشة. مين دي؟ أهلي. حضرتك مالك؟ مش ليها سكن أقعد فيه. ما عندكيش سكن أساسا. طردوني، كنت قاعدة في اللواء ومأجراها. وطردوني من أولاد حلم حكتهم قصة. ليه طردوا حضرتك من مساكن اللواء؟ عشان مش عارفة أدفع الإيجار. الإيجار ده قيمته قد إيه اللي مش عارفة تدفعيه؟ 61 جنيه. 61 جنيه؟ أي والله، مصرفنا وحشة وطردوا وكسروا لي الحاجات ولا حول برا. وأنا الحالة دلوقتي مش قاعدة في أي مكان، والله العظيم قاعدة عند أمي وليا كبيرة، قاعدة معاها وحياة ربنا. نفسي آخد شقة في اللواء، مش عارفة. أنا كنت 61 جنيه، بس ما قدرتش. أنا كلهم بقبضهم 300 جنيه، ولا فوقهم ولا تحتهم. وأنت حضرتك ممكن تعرف الكلام دي ده. تمام. مفيش معايا ولا دخل ولا تاخدني وانا لوحدي. انت حضرتك اتحبست امبارح؟ اول امبارح. ليه اتحبست؟ ليه؟ هي سبب الشقه دي. بقى عليكي برده ايجار متكون؟ ايوه 4000. 4000 جنيه هم ال 61 جنيه كل شهر. ايوه. لما حضرتك ما قدرتيش تسديهم. وانا جوزي متجوز ثلاثه وما بديش، ما بدينيش مصاريف، اجيب منين؟ ومعايا عيل دراعه مقطوع، كان بيصرف عليا بس دراعه مقطوع ما بيصرفش دلوقتي. بس هذه المشكله. وحضرتك قعدت محبوسه قد ايه؟ لا يومين، طلعوني على الحلال يعني. دفعنا لها كفاله. دفعت لي مطاري وطلع. كانت الكفاله قد ايه؟ 1500. يعني دفعت الكفاله 1500؟ ايوه. وانت بتقوم عليك اصلا انا دفعت بس يعني ايوه انا فاهم، في حد دفع لحضرتك 1500 كفاله. بس كفايه ان انا دخلت المركز بسبب حاجه زي كده يعني. ناس ظلمه يعني. وقاعدين في شقه معانا 8 تنفار، احنا 8 تنفار. عملنا ورق في الرساله عشان لما عملوا لنا حجوزات وجاي طردونا. وادانا الورق في الرساله ما جاش سالوا عنا. جت ناس عملت لنا بحث مره واثنين وثلاثه، قلنا لهم عايزين تريسيكل نشتغل عليها عشان نسد الايجار، ما حدش سال فينا. جو ناس جاتنا هنا مره واثنين وعشرين ويصورونا برده ويتكلموا ويعملوا. ما فيش الناس اللي بتيجي تعمل عادي، بيبصوا علينا ويسيبونا ويمشوا. سعادتك الناس اللي بتيجي تعمل والحجوزات، رئيس المجلس بعت لنا ناس تكون النهار اللي شغاله معاه، قال لنا ما تفحتوش الا احكم في الشارع هنا بحاجتكم وبعيالكم. وهنجيب لكم الجيش. وخوفونا هددونا. والمجلس موجود وانا اقدر اخش للرئيس واقول لك الكلام ده قدام، انا ما بخافش من حد. انا حاضرين من كمان بسبب اللي بتعمله. خلي بالك، اقدر اقول لك قدام اي حد، حتى وزير الداخليه اقول لك قدام، انا ما بخافش من حد. ما تخافيش من حد. لان العالم هنا ظلم، والعالم ما عندوش دين وما عندهمش ضمير، والغلبان بيدوسوا على في الارض. انا ليا عيل كل شويه هيجوا ياخدوه في المركز، وبقاله 3 سنين مرمي في السجن، مش عارفه له طريق. انا بقالي شهرين مش عارفه هو فيها. لا، من ظلم الحكومه، من ظلم المجلس، ومن ظلم المركز، وكله ظلم. المجلس المحلي لقريه طمايه. المركز المحلي ظلم، والمركز ظلم. بيبيعوا الاراضي، كله ظلم. بياخدوا الاراضي للناس اللي هي شبعانه، والناس الغلابه بتروح تحت رجلين. الناس الغلابه بتداس عليها. اللي معاه قرشين واحد مبسوط بيدوا له ارض. احمد مرعي بيدوا له شقه. موظفين يا باشا. والموظفين في المجلس كلهم واخدين شقق كبيره، 3 اوض وصاله، شقه واثنين وثلاثه، وبيأجروهم. واحنا يا غلابه قاعدين في اوضه واحده 8 طنفار، مش لاقيين نوكل حد، ولا قادرين ندفع الايجار، ولا قادرين نوكل العيال. مفيش حد موظف، لا عندنا وظيفه، ولا عندنا ارض، ولا عندنا بيوت، ولا عندنا حاجه. الله فاطر ربنا، والراجل عيان عنده السكر. فانتوا بقى تشوفوا لكم حل وتساعدونا في الموضوع ده.